ديما هو العنوان ديالها هي والعنوان ديالو هو ديما العناوين طوال ما يمكنوش شي عنوان قصير. مثلا اليوم خرجت للباديه، اليوم سافرت، ديما تيديروا لك واحد القصيده شعريه في العنوان كنوجه لها واحد النداء. فاطمه الزهراء بيوتي، منين ما كتكذبيش على البوبليك وما كتكذبيش على الجمهور؟ جاوبيني على هذا السؤال ديالي وجاوبيني على هذا السؤال هذا، علاش كتخبي الكومونتيرات باش كتحط الفيديو ديالك؟ والصوره المصغره حتى ما كيديروش مثلا صوره مصغره وحده مثلا يبان لك مراد هكا مصور صوره مصغره هكا حطها غير هو، ولا هي حاطه صوره مصغره غير هي. ديما كيشركوا لك واحد العرمه ديال التصرف ديك الصور المصغره، لكن انت عاد كيف حملتي عاد كيف غادي تولدي. يعني ما فهمتش كيموت لهم البوزار خوج وكيتلفوا في دوك الغابات وكيبقاو غير تيخرجوا علينا نفس السلوكيات ديالهم، يعني ما فهمناهمش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المغاربة، أخواتي المغاربة، مرحبا بكم في فيديو جديد. كوب المكنسة الخطبة قتالك في دوك ثلاثة ديال الغابات ديالو اللي راكم عارفينهم، غابة الإنسانية وغابة الوعي وغابة الضمير. هاد ثلاثة ديال الغابات الخوت كوب المكنسة تلف فيهم وما بغا يخرج، تلفو ما عارف أين تركيشن، واش الطريق ديال الإنسانية ولا الطريق ديال الضمير ولا الطريق ديال الوعي. وحق الله أخوتي أش نقول لكم، ودوك الغابات ديالو باش كيكملها ويجملها عامرين الخوت دوك الغابات ديالو بالسلوكيات والكلاب، غير هما الخوت، غير ما كاين غير طلق بالسلوكيات ودوك الغابات، غير طلق طلق طلق. وتقول الخوت واش كيسكت علينا شوية بالسلوكيات ولا كيعري الله يدير عقلو ويدير شي محتوى زوين ويحاكد علينا هاد الغابات ثلاثة حيت تلف فيهم وتوضا وما عارف فين تركيشن. وباش تكملها تلف هاديك مراته فاطمة الزهراء باش تدخلها معاها في هاد الغابات هادو ديال الوعي والضمير والإنسانية. على اين الخوت، هذه كانت واحد المقدمه خفيفه ظريفه باش نبداو في الموضوع ديالنا وباش نفرشوا عاوتاني كوب المكناس والغابات ديالو الخوت، وغادي نفرشوا هذه المره الفرشه السادسه وما غاديش يكون هو، غادي تكون فاطمه الزهراء بيوتي. هذا غادي نفرشوها الخوت في هذا الفيديو هذا. فاطمه الزهراء بيوتي الخوت قال مشات حضرات واحد العرس قال لك وفاش سالت منو جات الولاده المبكره. انا كنعرفو الخوت دارت واحد البنت ديالها هي ومراد بان صح خبر ديال الحمل ديالها كان دارته في شهر 9، وداك الشهر الخوت دازت عليه دابا شهرين ونص ولا 3 شهور، نقولو حنا كاع نعطيوها 3 شهور وما يمكنش تكون جات هذيك الولاده مبكره. يعني انا 3 شهور واش ولات جنيه غادي تولد 3 شهور؟ لا كانت جنيه ما نعرف واحد الرب، يعني كنخرج بعدا دازت غير شي 6 شهور ولا 7 شهور ولا 8 شهور، يعني يقدر عقلك يتقبلها، ولكن انت عاد كيف حملتي عاد كيف غادي تولدي. يعني ما فهمتش كيموت لهم البوزار خوت وكيتلفوا في دوك الغابات وكيبقاو غير تيخرجوا علينا نفس السلوكيات ديالهم، يعني ما فهمناهمش. يعني قلت لك السلوكيه عندهم كتعرض بزاف وحق الله. فهاد الفيديو الخوت غادي نفرشوا لكم فاطمه الزهراء بيوتي، وكنوجه لها واحد النداء. فاطمه الزهراء بيوتي، منين ما كتكذبيش على البوبليك وما كتكذبيش على الجمهور، جاوبيني على هذا السؤال ديالي وجاوبيني على هذا السؤال هذا، علاش كتخبي الكومونتيرات باش كتحط الفيديو ديالك؟ لا دخلتو الفيديو ديالو ولا دخلتو الكومونتيرات هذيك تلقاها مخبعاهم ومخليهمش بيبلي، يعني بنادم يشوفهم. يعني علاش كتخبي الكومونتيرات؟ ملي انت انسانه درويشة وصديقة مظلومة وتالفة معاها مراد في دوك الغابات ديالو، علاش انا لا مخبي الكومونتيرات؟ انا كنعرف بنت تايقة في راسها وصديقة غادي تخلي الكومونتيرات وغادي تواجههم وكاع تقدري تجاوبيهم، ماشي غادي تخبيهم وتلوحو غير الفيديو يجمع لك الإشهارات تجمع منا الحصيصة وصافي. يعني الخوت لا دخلتش لبعض الفيديو ديالها اللي تبقاو تخبوا الكومونتيرات، علاش؟ حيت الغابة الخوت بثلاثة بداو يتفرشوا، غابة الضمير تفرج، غابة الإنسانية تفرج، غابة الوعي الخوت اللي مازال ما تفرشاش حتى هي راه قربت تفرش وغادي يسالي المسلسل ديالهم. هو الخوت يعني داكشي ديالهم باين راه متفقين. أنا نشرح لكم الخوت ثلاثة النقاط وغادي تعرفوا بأنهم متفقين. غندورو الخوتين في العناوين، العناوين الخوت ديما هو العنوان ديالها هي والعنوان ديالو هو ديما العناوين طوال، ما كيديروش شي عنوان قصير. مثلا اليوم خرجت للباديه، اليوم سافرت، ديما تيديروا لك واحد القصيده شعريه في العنوان. ضربني مراد خبر حمل بزواج طلاق وليكونكم غتصدموا، والله تيديروا لك جريده في العنوان، عندك لا هي لا هو، ونفس تقريبا نفس الكلمات كلكم فيهم ديك كلكم غتصدموا اليوم، يعني نفس الكلمات كيعتمدوا عليهم لا هي لا هو. هذه في عنوان الخوت، وسيروا لاحظوها وغادي تعرفوا بان كلامي راه بصح. ثاني حاجه الخوت في الصور المصغره، الصور المصغره الخوت واحد اما هي اما هو، واحد كيمونط عليهم بجوج، كيمونط عليهم الصوره المصغره ديالو هو وكيمونط الصوره المصغره ديالها هي. والصوره المصغره حتى ما كيديروش مثلا صوره مصغره وحده مثلا يبان لك مراد هكا مصور صوره مصغره هكا حطها غير هو، ولا هي حاطه صوره مصغره غير هي. ديما كيشركوا لك واحد العرمه ديال التصرف دوك الصور المصغره، شي 3 تصاور ولا 4 تصاور كيديروهم في داك الفيديو ديالهم وكيحطوه عندك هي وهو. ديما
تيديروا دوك التصاور وكيديروا نفس الكتابه يعني الابليكاسيون باش موطي الصوره المصغره ديالو هو وباش موطي الصوره المصغره ديالها هي يعني نفس الابليكاسيون تقدر تكون شي بيسكارت ولا المهم واحد كيموطي عليهم بجوج وسيروا لاحظوا الصور المصغره والطريقه باش كتكتب ديك الصوره المصغره يعني نفس الخط ونفس الاشكاليه ونفس داك الكولاج اللي دايرين غتبقى نفس هادي الخوت حتى هي نقطه وركزوا عليها الخوت وغادي ندوزو الخوت دابا لبرمجه الفيديو او السيستيم ديال الفيديو كيفاش كيديروا يخدموا انا كنعرف جوج ما متفقينش ومتفاهمين كل واحد غادي يخدم الفيديو بطريقته ماشي هما الخوت هي كتشد الفيديو وكتحط لك واحد اللقطات في الاول اليوم البنات والله الا حتى غادي نشيو واحد قرب اليوم ثاني تسمعوا شي هضره اللي غادي تصدمكم صافي اليوم قررت مانيش نرجع ليه كاع كدير لك واحد ثلاثه لقطات في الفيديو عاد كتبدا لك الفيديو حتى هي كنجيوني هو عاوتاني كيبقى الخوت عاوتاني يشد لك والله باغا ديري ولدي والله الا ديتي كيبقى يدير لك واحد المقدمه الفيديو حتى هو الخوت عاد كيدخل لك في الموضوع نيشان يعني عندك هو وهي كيعتمدوا حتى الصيغه ديال الفيديو كيفاش كتخدم او دابا فضل لاحظتوا هادشي راكم عارف تعرفوا داك الشيء راه غير زاد وداك الشيء راه غير تمثيل لاحظتوا غير هاد الملاحظات هادو بلا ما تلاحظوا لا والو عارف لا والو ولاد مبكر لا والو سرق فيديو لا والو سرق الفيديو لاحظوا غير بعض النقاط اللي بساط واللي في الفيديو ديالهم غادي تعرفوا داك الشيء اللي كذوب انا كنحاول نشرح للناس اللي ما عارفينش والناس اللي كيعاوزوا يكملوا الفيديو ديالهم من الاول حتى الاخر ما هما كيديروا فيديوهات قصيره تبارك الله كيديروا الفيديو فيه دقيقه بغيت نقول زعما 27 دقيقه كيديروا الفيديوهات قصار داك الشيء علاش غنخوش بنادم ما عندوش الوقت كيبقى يتفرج 27 دقيقه طا 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 انا نفس الهضره كتعاود نفس الهضره الخوت كتعاودو نفس الديسك واحد قرب وديك الديسك الخوت ما يفهمش يعني الناس اللي كتبعو ما شوفش ما كيفعلهمش في الراس واحد قرب يعني كنشوف بزاف ديال الناس كيخدموا محتويات زوينين وكيتعذبوا عليهم ما كيضربوش يعني ديك الميزه المشاهده وما كيفش حكا غير كيبقاو مشيت هنا ودرت هنا ودرت هنا يعني اش نقول لكم يعني الزهر فاش كيبغي يلعب ولا كلاحظ بنادم يعني ما فهمتش انا يعني شكون اللي مساهم معاهم بداك الشيء وحق الله على الخوت داك الشيء يعني راه بزاف ما الخوت ماشي هي كانت تكون برجوم هذوك الناس الخوت يعني انا اقسم بالله يعني كنت كندك مورا ما ضربنيش بمخالفه وخلينا كنجيب فيديوهات عباد الله ونصلك وما كنتش يعني غادي نبقى نفرش فيها الفراشات هادو ندبر راسه انا كان الخوت هو دار راسه هو ضربني مخالفه وحتم عليا بانني ما نهزش الفيديوهات ديالو ما نضحكش معاه وباش بغيت يعني ما نضحكش معاه ها هو الضحك دابا اللي ولينا كنديرو جبد الناس سي مراد عليه يبقى الضحك دابا واخا ضربنا بالكوبي راس ما عنده كيفاش حيت ما هزين حتى شي فيديو ديالو كنبانو كنهضرو كنبينو الحقائق ديالو الخوت وكنبينو الفراشات اللي تفاش وتا هي الخوت كما قلت لكم الكومونتيرات الصور المصغر بعناوين الطريقه باش كيتخدم الفيديو يعني راه باين داكشي متفق وبين داكشي منقول وبحال بحال الخوت وانت في الكومونتيرات كيحطو يعني نفس الطوريات نفس البلانصه الخوت داكشي علاش المهم فهاد الفيديو الخوت حنا حاولنا نشرح لكم بعض النقط الخوت اللي تقدروا تعرفوها بانهم غير كيستحمروا الدين ليك وبلا ما خاصو يعاود يعرف شنو يتبع ولا تنسى خوت حتى هاد الفيديو هذا كتبوا لي كوبي المكناس والغابات ديالو كتبوا لي الخوت في الكومنتات باش نعرفكم وصلتوا حتى لهاد الدقيقه وبيس لكم الخوت وغابه الانسانيه وغابه الضمير وغابه الوعي كنعرفكم خوكم ايمن العتمني بيس.